يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه، واليوم معاي للمرة الثانية سعود ريفيو من قناة سعود ريفيو. أهلا وسهلا أهلا والله يا سعود. وسهلا أخيرا مرة ثانية. المرة الأولى ما كان عندك شعر. المرة اسألني عن شعري. المرة السؤال هذا دائما الظاهر اسألني عن شعري. وين لك الشعر؟ طبيعي ترى يا إخوان. شوف أبغى أقول لك القصة حق شعري، بس مشكلتها ما أدري، ممكن أنت كمان ما راح تقدر تستوعبها لأنه ممكن صارت لك وأنت ما أنت داري. تذكر فيلم سبايدر مان نواي هوم؟ أكيد. فاكر دكتور سترينج لما فتح البوابات حق العالم الموازي بالغلط؟ بس شكل جود تكلمت كثير وقت اللحظة هذه. يا سلام، جود تكلمت كثير في ذيك اللحظة، ونسختي الصلعة راحت الكون ودخلت بدالها النسخة دي. المفاجئ والحلو في الموضوع انه نسختي الصلعة اللي كانت عندكم هنا عايشة نفس حياتي ونفس عدد المشتركين، نفسه كله، ما تغير عليه شيء الا شعره. بس خلي الضوء خلينا نخش على الحلقه. طيب يا جماعه الخير، اليوم على الماشي زي ما انتم عارفين النظام، على الماشي اسئله سواليف ايا كان، المهم حاجه لها علاقه بالسينما والتلفزيون، وربما تكون شاطحه خارج السينما والتلفزيون، بس برضو ما تزال ايش حوالين حدود السينما والتلفزيون. انا سعود طلبت منك اني بسالك مجموعه اسئله بالاضافه الى فقره خاصه اسمها بروسيس. ايش يعني بروسيس؟ ايش يعني بروسيس؟ برادر. ايوه سيسترز. يا الله، ما راح تفهمها الحين، راح تفهمها لما يجي وقت. ولا ليش ليش نطول عليكم؟ خلوني اشرحها لكم. عندنا اسئله، بسالك اسئله، وبين كل سؤال وسؤال بوريك صوره ممثل او بوريك صوره شخص، قد يكون بنت قد يكون ولد. البنت والولد هذولي قد هم اخ واخت لفنان او ممثل معين، حلو؟ انا بوريك صورته وانت ايش؟ تبقى تخمن او تحاول تسالني اسئله بحيث تحاول توصل لمين هو هذا الشخص اخو مين؟ او مين هو الممثل قصدك؟ ايوه، مين هذا الشخص؟ اخو مين؟ اخو مين؟ مين؟ الشخص اللي في الصوره هذا اخو مين من الممثلين؟ اخو مين من الممثلين؟ مين الممثل هذا اخوه؟ يا سلام، الامور صعوبه، واضح احنا بنفلح والفقره ما بدات. تمام؟ اخو مين او اخت مين؟ بس حلو؟ انا عندي فهمت. شوف الشباب ان شاء الله فهمتوا، بتفهموا معي، بتفهموا مع المحادثه. فبنخش على السؤال الاول. انا لما استعنت فيكم في تويتر وجاتني اسئله حلوه من تويتر وزرفتها وبوجهها لسعود. طيب مستعد سعود؟ اكيد. السؤال الاول يقول، هذا ما هو ثقافه ولا اختبار ولا شيء، بس انه ايش حق التمهيد، سؤال حب رجعت بديت تخاف. السؤال يقول ديزني بالمصري ولا بالانجليزي؟ مصري دايركت. ليش؟ اتوقع اغلب او كل الشعب العربي 90% ما بقول 90% مبالغه، 80% من الطفوله كانت ديزني. فوقت الطفوله هذيك تقريبا، او الحقبه، فتره مثلا نقول لك نذكر طفوله كذا شخص كان عايش مثلا عالم واعمال ديزني. انت من جيل التسعينات؟ نعم. حلو، كلنا جيل التسعينات، تربينا على ديزني. اي، فاللي تربينا على مين؟ اللي هو الدبلجه، اللي هو المصريه. يحيى الفخراني، عبد الرحمن ابو زهره. صدق ما اعرف يحيى الفخراني عشان ودي، البقيه اعرف انهم ناس معروفين. اتوقع حتى محمد هنيدي كان بومبا، ولا تيمون؟ تيمون. عبد الرحمن ابو زهره اللي هو سكار. هشام نور. هشام نور مشهور والله. كل انت ثقافتك في السينما العربيه ممتازه. انا ترى ما تابع عربي. هشام نور 90% من اغاني ديزني اللي بالعربي. هشام نور تقريبا غناه، وكان هو اغلب الشخصيات. بعد لاحظت اصلا حتى اغاني ديزني يتشابه صوت المغني هو فيه. نفسه اسمه هشام نور. بالله صوته رهيب. صوت هو اللي غنى اغنيه طرزان واغاني. ايوه صوته رهيب. في شيء مميز تحسه فعلا كذا انسان عربي، بس اختاروا ديزني كذا. نقوة لانه لو تلاحظ صوته مميز. لو تلاحظ اصلا الاغاني الاجنبيه، يعني نتكلم عن الحان هانز زيمر فيلم لايون كينج، هشام نور ماخذ مثلا نفس اللحن بنفس سياق الكلمات بنفس كل حاجه، يطلع لك يعني شيء جدا مقارب. توقع له يد في الموضوع اللي هو جاي يغني. بس اكيد المغني مو صعب عليه انه يجي يقول عطني نفس كلمات ترجمه واقول لك اياها. تفرق، لان يبغى له تلحين. حلو، سو انت مع المصري. انا نفس الشيء مع المصري برضو لنفس السبب، لانه لاسباب كبرنا معاها. واتوقع القصه دي حكيتها، يعني اول فيلم تابعته في حياتي من ديزني كان توي ستوري بالمصري. واتوقع واحده من الاشياء اللي خلتني اقع في حبه اكثر انه انيميشن بالمصري بلغه افهمها انا، ما يحتاج ترجمه. ايوه وعاميه، في تعبان في قزمتي. بالضبط، تعبان في قزمتي والشله دي. فكانت مره حلوه. منها بعد توي ستوري خشيت على طرزان، خشيت على مولان، خشيت على حياة الإمبراطور، تيمون وبومبا، حياة حشرة لو فاكر حياة حشرة. فيب كانت صراحة ذكريات جميلة. تدري شو الجميل؟ هي واحدة من المنصات اللي تعرض ديزني، نسيت، لكن انه كانت تعرض خيار الدبلجه المصريه القديمه. فقريب قبل فتره تقريبا قبل سنه او سنتين شغلت، فيا رجل نوستالجيا عظيمه شيء.
بعدين الريزولوشن عالي. جلست يا الله اللي ترى يمدك تاخذها من ايتونز. انا اجود بنتي في الايباد اشتريت لها توي ستوري 1 و 2 و 3 وبالدبلجه المصريه بالدبلجه المصريه. اخذت لها كمان سندريلا. فاكر سندريلا في نزل في الثلاثينات الظاهر 1939 زمان. بس ايش الحين تسالني هل تفضل الدبلجه المصريه ولا الانجليزيه؟ قلت الانجليزيه. إيه بس الحين المصريه ما هي زي اول. أيه. حتى معادهم مصريين اعتقد فرق. حتى لا في صار في ميكس كده عربي في مصري. حتى في ظهر اخر فيلم ديزني ما ادري قبله كان تامر حسني يتوقع. بس انه ما ادري فرق. يمكن لو ناس اطفال الحين كبروا عليه ممكن نفس الفكره احنا قلناها. بس انا الحين يعني تقريبا توي ستوري 4 توي ستوري 4 كان ماخذ شويه فصيح وشويه مصري. أيوه. يشبك في تابعته انا بالانجليزي. لما تشوف اصلا قصه توي ستوري 4 كانه من نضجه. حتى صوت توم هانكس كودي متغير مره. كان مبين لك انه فعلا الشخصيه اصلا. انا توي ستوري 4 شفته مدبلج بس ماني فاكر وانه والله اني ناسي. انا شفته انجليزي. لا انا شفته انجليزي بس شفته مدبلج ما عجبني. اتوقع كان فيه شويه فصيح. خلاص لو انت على فراسك اصلا دي حياه فخراني حلو سو مصري مصري مصر. نفضلها بس في الوضع الحالي الجديد يعني ما بيفرق معانا. اهم شيء نشوف حاجه من نفهمها. السؤال اللي بعده مش سؤال. فك الجوال تبعك حجيك صوره. لا عشان اقدر اغش الاسئله. ببدا معاك بصور بسيطه يعني كلام فاضي. يعني اشغل جوجل عشان اشوف الصوره ولا تسوي ولا اي شيء. فك الواتساب. ايه حطه سايلنت عشان بس ما نقعد واو 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 صور الواتساب. طيب مره ايزي. اول صوره اللي بعده. السؤال اللي بعده اصبر خلينا نتعلم شو الصوره. تعرف شو المشكله معاه؟ قلت لك هذا رامي مالك. ومين قلت لك امس؟ كريس كريس هيمسورث. هذول الاثنين لو تجيب اخوان مثلهم والله ما درك كذا التركيز. لا لا لا, لا 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 بس شوف اوكي رامي مالك. رامي مالك لانه توام. هذا اخوه بالمناسبه اسمه سامي. لا اتكلم عن كريس. هم ثلاثه. واحد منه يشبه له. ما هو يشبه له مره. هو ليام. ليام وفي واحد كذا ماخذ منه الاثنين بس جاي قزم. كنت بحطه صراحه بس اني قشعت لما سالفت اللي بس الله يرضى عليك كثر لي من الاشياء زي. لا 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 انا بديت انا لانه موضوع تعداد سكاني حسيت مسؤوليه علي. انا بديت ترى معاك بالبسيط بس علشان اشرح لهم الفكره. هذا اخو مين يا اخو رامي مالك؟ عرفته. طيب يا سعود السؤال الثاني يقول برضه هو من تويتر وشكرا صراحه اللي طرح السؤال. سؤال جميل وايش ممكن يفتح لك كذا مدارك يخلينا نتفكر نهرج. السؤال يقول ممثل او مخرج او كاتب او ملحن ايا كان وظيفته في مجال السينما والتلفزيون ودك تجلس معه ولماذا؟ اهم شيء لماذا؟ طيب كلهم ولا شخص واحد فقط؟ عيش بتفل امه بجلسهم في اجتماع واحد يعني بس يعني اذكر لك بس مخرج او ممثل ولا بكيفك. انا عن نفسي يعني عندي جواب كذا. ما محتاج اخوي اتواصل معاهم. اي اكيد سوشيال ميديا مشهور. السلام عليكم. زي البزرقه وجاب عسل. طيب مخرجين على طول كذا يجي في بالي شخص. حتى لو تسالني هذا السؤال قبل شهر ما في مخرجين. اختار شخص واحد. مخرج واحد يعني بختار مخرج. بختار مخرج اللي هو فرانسيس فورد كوبولا. قول لي ليش. قول لي ليش. توي متفرج او الان قاعد اتفرج يعني تقريبا هو ثاني امتع مسلسل اتفرج فيه حاليا اسمه ذا اوفر. كيف صناعه قطفه شفت اللي واذا فعلا اذا فعلا المخرج كان كذا وضعه يعني ناقلين صورته الحقيقيه كذا وكيف قاعد يتدارك امور العمل هذا كيف ترى واجه تحديات مخيفه. انا لما كنت مو هو اللي واجه. لا هو تكمل انت باك تكمل المسلسل. هذه نفس الفكره اللي كانت عندي قبل. لا انا اقصد بناء على المعلومات اللي اخذتها انا عن طريق كل يعني. الناس اخذوا عند هذه المعلومات لكن توضحت اكثر. بس هو واجه تحديات. واجه تقريبا 30% الباقي كان على المنتج بطريقه فظيعه. يعني تجلس معاه تاخذ علوم السالفه كلها. شوف المسلسل عشان ما نخش لا 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 لا, لا تحرق. بس انا اقصد يعني انت سبب جلوسك مع فرانسيس تسولف معاه اكثر عن الموضوع. تسولف معاه المواضيع. الله انت جوك بيض يعني. لا شوف فيلم بوك بالسناو شفته؟ وشو؟ حق الحرب حق اللي برضه مارلون براندو معاه. وشو؟ فيلم الحرب اللي في فيتنام. ايوه عرفته بس ذكرني باسمه يا شيخ. ابوكاليبس ناو القيامة. ابوكاليبس ناو. ايوه انت قاعد تقولها بسرعة لدرجة ما سمعت. نزل 1978 صح؟ في السبعينات. 1978. فلما تشوف كيف اصلا المخرج كيف قاعد يسوي امور من ناحية مثلا اقول لك الشيء اللي ابغاه في راسه ابغاه وتشوف هذا الشيء حتى انذكر اول معروف المعلومة مثلا على جود فاذر قال انا ابغى الباتشينو ابغى الباتشينو. باتشينو تو صغير قالوا يا عمي في جاك نيكلسون. قال ما ابغى انا ابغى. كان في اسماء كثيره مرشحه بس كان مؤمن مره في شفت لما هذا عجبني اللي يقول لك لما يكون بليف ان سمثينج خلاص وش كيف طلع لك مثلا عنده فيجن معين. ايوه كيف طلع لك كيف طلع لك مثلا فيلم بوك بس ناو كيف طلع لك مثلا جود فاذر يا رجل انت جود فاذر بحد لما تشوف المسلسل هذا كيف صناعه جود فاذر وكيف طلع المنتج النهائي اذا فعلا عشان كذا اقول لك اذا فعلا هل هذا نفس الشخص اللي طلع جود فاذر برافو عشان كذا اقول لك المسلسل اللي لازم تكمله. طيب احنا السؤال كان مع مين تبي تجلس مع فرانسيس وبتاخذ منه الزبده كلها. اعطينا يا ابو كابولا قول لي ايش صار معك كيف كيف
انت بيقول تختار. انا والله جوي ما هو بيض صراحه، ولا بقعد اسولف عن هم ونكد وقرف. انا صراحه ابغى اجلس مع مؤخرا يعني بعد ما تابعت مسلسل ذا اوفيس وخلصته، ابى اجلس مع ستيف كاريل. ايوه احس ادم يصير حكومه بس. ايوه انا ابغى يا اخي بس ما في سالفه بتصير. هذا في رابط بيني وبين ماهر في واحد من الاسئله، ماهر جاوب عليه كذا اختار حاجه نكديه. ايوه قال باخذ معايا جيم اوف ثرونز الجزيره اقعد فيها سنه. يقول عم النكد يا عيال ليه؟ وانت تقول تجلس مع فورد بيجلس مع فرانسيس كبول عشان يسولف معاه عن التحديات اللي واجهت. انا بجلس مع ستيف كاريل يقعد يونسني ويقعد يطقطق ويضحكني وخلاص. المشكله في اللاين هو وانت يعني بيستلمك تنمر لين تطفش. فاقعد اسولف معاه يا اخي اقسم بالله يعني ستيف كاريل بعد ذا اوفيس حبيته حب. انا من زمان احترمه، اصرح تصريح، بس بعد ذا اوفيس يا الله يا الله صرت احبه بشكل مو طبيعي. اصرح تصريح كذا ما قبله ولا بعده. شخصيه مايكل سكوت هي الشخصيه الاعظم كوميديه بالنسبه لي ترى حرفيا. انا الكلام ذا قلته في الفيديو اللي بينزل، يمكن ينزل قبل الفيديو ذا، فيديو خاص قصة ستيف كاريل. أنا ما شفت إنسان يقدم كوميديا بشكل واقعي ومخيف زي ستيف كاريل. شوف على إنه ريكي جارفيس اللي هو سوى ذا أوفيس يو إس وهو المؤسس والكاتب يوكي، وترى يوكي عفوا مرة أحبه ترى، خفيف دم وظريف يعجبني أنا بالنسبة لي. شفت مناقرات بينهم بس ستيف كاريل إيه إلا شفت يعني أقول له مين اللي اخترع ذا أوفيس؟ أنا. والكاركتر حق مايكل سكوت موجود كان في هذا اللي يقولك عشان كذا لأي درجة كان. طيب بجلس مع ستيف كاريل وبقعد استانس والله حق وسولف. نكت بغض النظر يعني بغض النظر ولا الثاني شو اسمه وزع. طيب نرجع للسؤال الثاني فوق جوالك يا رب. بتبدا تصعب ايش الصور، بتبدا تصعب الصور وبنبدا نخش. هذه والله اذا جبتها يا سعود ها هذه اخت لممثلة. عاد شوف لو تركز تخمن تشبه ممثلة. ايش اسم ممثلة الله اعلم. عادي اذا انت عارف الممثلة بس ناسي اسمها معذور، لانه في النهاية احنا اسماء الممثلين والممثلات انا دائما انساها شخصيا والمخرجين. سوي زوم ان سوي زوم اوت. مشكلة سكايلر ما ادري تشبه سكايلر. سكايلر اللي في والتر شوف اوه زوجة والتر وايت. والتر وايت لا لا والله شوف هي ولا مو هي بس والله تشبه. هذا الايرور اللي وصلني الان. طيب اعطيك هنت، هي اوكي شقره برضو وطويله، وجيل التسعينات تقريبا كانوا مغرمين فيها لدرجه حتى الناس اللي ما كانوا يعرفوا مين هي، بغيت اقول اسمها، في العالم العربي كانوا يعرفوها. تعرف الناس كيف كانوا يعرفون انجلينا جولي كذا بس لانها مره حلوه ذيك الزمن؟ يس. هذه برضو كانت معروفه. انت قاعد تبحث يا حرامي ما قاعد ابحث. وريني وريني الجوال مدرس سوق. انا ابغى اشوف ملامح مشكله الصوره حتى مو فل اتش دي، ابغى اشوف ملامح. طيب بغضي. اسمع اعطيك هنت اقرب ولا تحس انك قرب؟ هل طيب الممثله شي هذا اوسكار مثلا ولا عندها اوسكار؟ تخسي وتعقب خذ لك ما عندها لازق. طيب شوف مثلت مثلت مع جيم كيري. لا تقول لي شو اسمه عرفته. مثلت معه فيلم درامي كمان صح؟ لا مثلت معه ذا ماسك. في اها ذا ماسك شو اسمه كاميرون دياز. بس تشبه لا هي تخيل انه ذي اخت كاميرون دياز تشبه سكايلر يا اخي والله صورة سكايلر. انا ما كنت والله الحين لما قلت لي سكايلر صرت اشوف سكايلر الله يقلع صرت اشوف سكايلر اوف صح حلو حلو. يعني الحين عندك نقطتين في البروسس. ايش هي اجواءك يعني الحين انت والله عندك عندك فيلم او مسلسل جاهز على الكمبيوتر او على الشاشه بتروح تتابعه، هل تجي تجلس على الكنبه وطق تشغل ولا ايش هي اجواءك لمتابعه الافلام والمسلسلات؟ ايوه هذا سؤال جميل. في طقوس لسعود في البيت في السينما واحد منها قهوه سوداء اكيد. اللي ما تعرفوه عن سعود مغرم مغرم بالقهوه السوداء. الانترو حق مسوي لي من حقين اللي لا يكتمل يومي الا بقهوه سوداء، لا استطيع التفكير الا بقهوه سوداء. شوف متابعينك ترى كثار يشربون قهوه سوداء. انا شخصيا اشرب قهوه سوداء بس ما هو بس مو بالغرام اللي انت بتشوف الكومنتات كلهم بيحطوا لك القدح قدح القهوه. شوف في السينما تصانيف على حسب الفيلم وفعلا القهوه لازم. بس مثلا خش مثلا فيلم زي مؤخرا الحين شفت مثلا جوتسو كايزن فيلم انيميشن مستحيل اروح له قهوه. فيلم ما يبغى له روقان باب كذا سلاش شيء بارد شيء بارد يرفس المخ. ايوه مع سناك بوب كورن او الى اخره. مع ان انا انسان بوب كورن والسينما علاقه وطيطه. اسمع سعود لا وطيطه اي وطيطه 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 حلو. بس سعود لا انا ما احب البوب كورن في كل الافلام. قلت لك افلام زي كذا واروح فيلم اروق عليه فيلم ابغى مثلا فيلم بستمتع بندمج في الشاشه قهوه اولا. هذا عن السينما. حتى في البيت اغلب الاعمال. لكن في البيت جلسه انمي جلسه مسلسل والبيت لحالك صحن شاورما يا ساتر عربي انك تتفرج ساخر وتوقع انك تابع ذا اوفيس من تخاري الوفاه اكيد فعشان كذا هذا الربط مع سعود في البيت
هذه الوجبه حقت ال هي تصدق انا عندي شايف الربط شاورما وقهوه سوداء ما اشتم ما تجي بس انه في النهايه جوك انا والله مو مع بعض اشربها اول هذا يا اخوان لا لا يعني بيشرب قهوه بعدين ينقنق شاورو طيب مزبوط انا بالنسبه لي المسلسلات اللي اتابعها وقت الاكل يعني في مسلسلات زي بروكلين 99 مستحيل اتابعه على رواقه لازم اتابعه على وجبه يا غدا مسلسلات يعني 30 يا غدا يا عشاء زي مودرن فاميلي تابعه على يا غدا يا عشاء يعني ما اسوي له جو معين لازم يكون قدامي وجبه معينه وعندك ذا اوفيس لا ذا اوفيس ما كنت اتابعه على الاكل يعني وجبه لا تابعه هنا على رواقه اطفي الاضاءه ابخر الغرفه انظف المكتب انا عندي فوبيا اسمها اتاكسوفوبيا اوكي فوبيا التنظيم ما اقدر اجلس في مكان مقربع يعني شايف خليها على الله ترى من جوه محروق والله من جوه محروق انا على الفوضى اللي صايره بس غصبا عني فتلاقيني ابخر لازم بخور احط كذا بخور غرفه ريحتها حلوه غرفه بارده مش المكيف شغال اخلي المكيف شغال لين تثلج الغرفه اطفيه شغل اضاءه خفيفه النانوليف مثلا اول جيب لي قهوه سوداء او شاي اهم شيء قهوه سوداء او شاي اي شيء ساخن اي مشروب ساخن قهوه وش يومك هذا جوي بس في السينما كابتشينو ولا قهوه سوداء ايا كان الكافي مشروب ساخن بس تخيل ما اخذ فشار ما اخذ اي شيء ثاني يعني اذا العيال اخذوا فشار ممكن انا قلت بس انا كفشار ما احب بكور ما احب سبحان الله لما يقول لك نايس انسر سعود بس لو اسالك لو اشتغلك بيتر كول سول برضو هات درينك ولا انا اقول لك انا اقول لك يعني في الاشياء اللي تابعها روق عليها انا يهمني جو الغرفه العام اكثر من اي شيء ثاني قدامي بس يهمني يكون في مشروب قدامي احيانا ترى اجيب كودريد احيانا بيبسي احيانا بيبسي كذا اسوي مع الليمون وعلى الخرابيط والله ما يهمني قد ما يهمني جو المكان تلاقي الغرفه بارده وفي ريحه بخور انا اموت يا جماعه اللي يشوف بثوث بتلقون كذا جالس مستح داخل خليها على الله داخل ادخل بث وطالع فيش فيه غاطس نايم والله الاضاءات دي غصب عني ترى غصب عني ما في كيف يشوفوني دايم هي خش على الصوره الثالثه صوره الممثل او الممثله الثالثه والله دي يا شيخ وينك انت كمان يجيك الان وصلتك الصوره الثالثه هذا اخ ممثل وبعطيك الهنت من بدري لانك مستحيل تجيبه منه على طول شايف الشخص ذا هو اخو ممثل وصدقني ما راح اعطيك هنتات كثيره هو اخو ممثل والممثل هذا عنده قدره عجيبه في التلاعب في وزنه اكثر من كذا ما راح اقول لك لو تطير ما لي شغل ما اقدر اقول لك يا كريستيان بيل ما في كبار ما لي شغل خمن انت حاول ايش تقيس كذا على الملامح سويت مقطع كريستيان بيل انا على الملابس سويت مقطع كريستيان بيل ما اذكر انه كان عنده اخ ما لي شغل لازم تعطيني اجابه يا سعود لا تقول لي انا اخوه اخر 5 سنين ما لي شغل اكيد ممثل ايوه مثل موجود في الشارع وقدم وقاعد يتلاعب وزنه بشكل رهيب حتى في اخر 5 سنوات في اخر 5 سنوات تلاعب وزنه بشكل عجيب شوف كريس وقدم ادوار متنوعه كريستيان بيل محترم لازم اخوك محترم في اللبس هذا هو النقطه يعني سؤال اخوي يشبه له لانه هذا اصلا رايح ممثل لاتيني عارف اخوي يشبه له يعني فيه اذا شفتهم مع بعض تقدر تقول ايه ممكن لاعب وزنه بريطاني ولا امريكي امريكي خلاص اقرب من كذا ما راح اعطيك وانا قاعد احرص انك تفشل عشان ما تاخذ 3 نقاط انك فليتها الاول جاك رامي مالك ياي والثاني جلست المح لك هذه ما راح المح لك هاي متابعين ترى من حقكم تخمنوا انتم كمان اخوه مثل السنه راحت لو جاوبتك بتجيب احس لا كفاءه والله افلام كثيره اوكي يب مثل السنه الماضيه نعم هو تلاعب في وزنه وفي شكله جبت يا كلب مين نسيت اسمه بس اقول اسم المغني كولن مو هو تقصد كولن مين اسمه كولن ولا مين يا اخي بينجوين لا لا مش هو مش هو خلاص غلط حسبتك جبته مين جاريد ليتو طيب والله نفس الملابس تقول سلي نفس الملابس شوف الصورة ونزل له فيلم روعة قبل كم شهر فيلم روعة عيله قدرت اخزمه كويس اني ما جبت اللي جاوب يا عيال يقول جاوبت جبت الاجابة سو عندك نقطتين في الصور اللي بعده ار يو ريدي السؤال الجاي من تويتر برضه شكرا تويتر يعطيكم العافية انتوا حبايب يقول لك وظيفة توقع انها قد تكون مناسبة لك في عالم صناعة الافلام طبعا السؤال ممكن انت تتوقع مخرج اي شيء حتى لو مصمم بوسترات حتى لو كاميرامان ايا كان ايش في وظيفة توقع انها قد تفلح فيها في مجال سينما التلفزيون احس كمخرج اكثر رفع علينا فرانسيس بحكم اني جلست مع فرانسيس فورد كوبلا جلست معه في مخيلته لا شوف في ترى معلومة هذه ما توقع ما حد يعرفها كان في تجربة تمثيلية لي ممثل ولا مخرج انت؟ كممثل اسمعني آه. وحسب كلام الناس اللي ورا الكاميرا في اوديشن ثاني تعال ما ارتحت ما ادري ليش
ما حسيت ناسبني، بالعكس حسيت ورا الكاميرا كون راح اقدم مستوى ايوه هو. انت تكون فكره العمل عندك وانت تقدر مثلا تخش ايش اللي تبغاه وايش اللي ما تبغاه، ما تشوف نفسك سينماتوجرافر كيف اللي يكون بالفيلم. بالعكس هذا برضو يعني يضيف لما اكون كمخرج واختار مثلا السينماتوجرافر، برضو نظرتي انا كمخرج بتاثر عليه اسوي كذا انا ابغى هذا الشكل الاخير. واحده ترى واحده من اصعب الوظائف ترى السينماتوجرافر فعلا تدري. فبالتالي انا اقول كاخراج احس خلاص لما يكون اخراج خصوصا يعني لما اكون مخرج، مو بس مخرج يعني مثلا نوعية إخراج كتابي برضه يعني أخذ مخرج وكاتب. كريستوفر نولان، ترنتينو، فرانسيس، إيش اسمه الثاني خوينا؟ سكورسيزي. برضه. في واحد اسمه إيش حق ذا شاينينج؟ كيوبريك. كيوبريك. تحبه مرة أنت؟ مرة أموت في أموت. فلما تكون عندك أنت مثلاً أنا أبغى هذا الفيلم كذا يصير، أبغى يصير 1 2 3 4 تالي أجنت الشاشة أبغى 1 2 3 4 تصير تطبق. فهذه أسهل من إنك تكون منتج. اكتشفت إنه المنتج يتعب اكثر من الاخراج ومن التمثيل. بروديوسر تقريبا هم عارف اللي يقفلوا الليله خلاص. ايوه حتى في احنا نعيش الحين في عصر المنتج يبغى كذا صار يمشي كلامه على المخرج والاعمال، شايف نتفليكس الدنيا انا ابغى غير. اتوقع انه الانكم للمنتجين ترى مره عالي برضه يعني. ومين اللي يستلم الاوسكار اذا فاز الفيلم؟ كمردود كمردود اتوقع انه المنتجين بياخذوا اكثر يعني. حتى لو تلاحظ معظم الممثلين بدوا يتوجهوا للانتاج. حتى اقول لك مثلا الاوسكار يفوز بالاوسكار الفيلم مين اللي يطلع؟ المنتجين. المنتجين الفيلم هم اللي يطلعون يستلمون الاوسكار. ترى كلمه منتجين كلمه مطاطيه شويه لعلمك يعني. المنتجين ممكن يعني اتوقع انا ترى ماني فاهم في موضوع وظيفه المنتج بالضبط. شركه انتاج تحتها مين؟ بروديوسر. يعني لك انت البروديوسر تعالني عندي العمل هذا الفلاني عندي كتاب هذا اقول لك نضرب مثال مره ثانيه في ذا اوفر. ذا اوفر جايب لك مثلا الشخص هذا منتج ما انتاجيا ولا شيء اصلا كمنتج اسمه ضعيف، لكن في كتاب ممكن انه يضرب. ابغى المثال ابغى الكتاب هذا يتحول على صور. أيوه. يلا دبر وضعك، جيب لي ممثل جيب لي مخرج بروديوسر اشتغل حلو. فراح تروح عنده هو يدور المخرج المناسب والفلوس والميزانيات. فوضع المنتج اصعب عشان كذا تقول انت النت كم او الفلوس اللي ياخذوها مثلا تكون عاليه بسبب الشغل قاعد يصير. طبيعي حلو سو تشوف نفسك مخرج اكثر. انا عن نفسي صراحه لا مخرج منتج اي وظيفه صراحه يعني تتطلب يعني أو لا بغض النظر يعني تكون هيفي جوب وظيفه مخرج قلق ادري يعني انت اوكي ممكن تستعد تتحمل بس ترى مخرج حرفيا مقاول يمسك فيلم من وإلى من توفير موظفين توفير طاقم عمل توفير لوكيشن مواقع تصوير. حتى ترى في موظف وظيفته ايش يسموهم سكاوت لوكيشن سكاوت او حاجه وظيفته كثير. بس يروح يدور مواقع تصوير انت اللي تجيبه علشان يدور مواقع يا رجل. حتى الكومبوزر لازم تختاره لناس نظرتك كل شيء كل شيء. واللمسه الاخيره 3 2 1 اكشن كليك برضو عليك يس هذا حاجه تخيل اند اكشن اكشن. فلا انا ما اشوف نفسي في الهيفي جوبز يعني. ممكن ممثل ممكن في الوظائف الفنية جوا اللي هي تصميم البوسترات تصميم الأمور الدعائية بحكم إني جرافيك ديزاينر وويب ديزاينر. لكن كمخرج نو واي. سعود السؤال اللي بعده الصورة اللي بعده يلا سؤال. لا الصورة والله ذي يا ولد إنك بتفحط كثير. هي شوف أنا من الآن أقول لك تشبه بام في ذا أوفيس صح؟ جواب أصلا لا أحب أقول لك ما لها أي علاقة في بام. الشخصية ذي أخوها في عالم مارلي وفيلن وطيب في نفس الوقت في عالم مارفل. نكبته كيف جبت العيد انا؟ انا ليش تلقفت؟ اي والله كان قلت فيلم بس اسكت وحرقت صح؟ فيلن وكمل فين روح؟ والله يا عيال شوفوا انا مره سهلتها له. طيب لا لو جابها فغلطت أكثر. لو طيب ما جابها الله يخلف عليك. بعدين اللي ما تعرفوه ترى هذا يكره مارفل. اسلم لا صرحت فيها متى؟ صرحت فيها اثبت الفيديو عندي في تويتر نزلت فيديو تقول انا اكره مارفل انا اكره مارفل. اذا اثبت يا جماعه ممكن بس ما في راح اثبت التغريده راح اثبت التغريده بسرعه ما اثبت ما في. شوف دام قلت فيلن sometimes villain sometimes good main villain كان ما راح اقول لك اكثر من كذا لان اول ما جيت sometimes villain اول ما قلت sometimes جاب اسمي هو شو اسمه وينتر سولدر ما ادري ليش جاب بالي اول واحد لا ضربته بس فيلن معناته مين فيلن حتخسر ليتك ما قلت حتخسر الا انت صعبت اكثر حتخسر الا والله توقعت اني جبت توقعت اني حرفيا غششت لا لانه كثار مارفل يا رجل لو واحد طيب خلاص بنقفل الليله لازم اخسر تشبه لازم اخسرك. طيب اخوها سؤال غير مارفل غير هو ضارب ولا بس ما له وجود اوكي له وجود بس انه ما هو زي وجوده وثقله في عالم مارفل. sometimes villain sometimes good صدقوني جبتوها اتوقع متابعين جابوها يا ساتر يا ساتر انت صعبتها اكثر ترى كان جيب لي واحد غير وينتر سولجر
جود وفيلن. جيب لي ما ادري جود وفيلن ما في ما في هم اثنين الا لو ذاكرتي خانتني هم اثنين. جيب لي واحد غيرهم. جيب لي واحد غير ذا وينتر سولجر. لا طيب سؤال اخر ما في لو ستاند الون موفي مثلا فيلم طلع مثلا اقول لك فيلم مثلا كابتن امريكا كان موجود ما لي شغل ولا طلع في الافنجرز بس افلام الافنجرز لا والله اكثر من كذا غش يا سعود ترى واضحه والله واضحه زي وضوح الشمس. انا اقدر اجيب لك الحين صوره اخت ممثل مشهور يا اخي صورت له مقطع الحين انا باك طالع في الصوره صوره البنيه تمام هي واضح لي سوي زوم عليها زي كذا غطي على خشمها شويه ارفع على عيونها جيب والله ما في امل والله ما تشبه صح الموضوع طيب سوف يئست قول لي انك يئست 3 2 لا والله 2 اشقر هو زي طيب سؤال 0 اشقر طيب خلاص انتهى وقتك يا سعود وفشلت المره الثانيه هذه اخت توم هيدلستون اللي قدم دور لوكي كان شرير وصار طيب وعشان كذا اقول لك هو اشقر ما له شغل اشقر ولا مو اشقر انتهى خشلته يا سعود طيب السؤال اللي بعده والله ما ادري هو من تويتر ولا من وين جبته والله ما ادري موقف صار لك في السينما سواء غريب او موقف مستفز او اي كان الموقف معلومه انا انسان ادخل على اخر اعلان قبل الفيلم اتاخر دائما كلنا معظمنا اخر واحد ادخل بداياتي انا في السينما كنت اروح من بدري ساكتين لا صرت احسبها 15 دقيقه على 15 دقيقه او 12 دقيقه فادخل دائما القى واحد جالس المكان حقي دائما سبحان الله يلقون مكان كذا مجانين وانا ادري قريب طيب اقول له لا ما اقول له طيب اقول المقعد رقم 13 هنا ولا هنا يعني افهم انا دائما المقعد معروف سي 13 في الاي ماكس محفوظ بار اللي في السينمات عارفين سعود حجز يا الله راح ايه فادخل دائما اجينا الموقف في اخر مره صار هالموقف صارت مشكله بالصوت شو صار اجلس اي مكان كلها سينما يعني اجلس هنا يمين كذا يقول له في مقعدين ايام ممكن في تباعد في مقعدين قلت اجلس هناك ترى نفس التجربه حتعيشها قلت له لا اخي هذا محلي تفرق انا بالنسبه لي تفرق لا بس بغض النظر حتى لو يا اخي محلي تفرق قلت له معلش يعني انا حاجز دافع فلوس اخترت هذا المقعد جاي من بدري كله دافعين فلوس حتى هناك شو خلاص طالما كذا الموضوع تفضل هناك خلاص اجلس طالما واحده كلها قال لا ابغى هنا مع جنبه خوي انت معك قال لا برضه يعني جاي لحالك فصارت مشكله وتاخر عرض الفيلم مو راضي يقول لانه قام هو يرفع صوته خذت العزه بالاثم ايوه فارفع صوته فانا اخذت الوضعيه اللي يا ابن ادم اهدى تعرف صاله اي ماكس كبيره الناس كلها قامت تطالع تشوف شو المشكله فدخل صاحب المنظمين دخل واحد من المنظمين كان لابسين الشعار حقهم قال السلام عليكم شو مشكلة كذا ولي تذكروا انت تفضل طالع انه اصلا هو حاجز من برا اليوم من عند الباب كورن وهذا حجز فمطلعين له نفس مقعدي اوه وانا حاجز اونلاين انا وريته تاريخي مثلا الايميل تفضل هذا المكان يعني هذه مشكله ما هو في الشخص ايوه مو في الشخص هو الشخص كان يقدر يقول لي انه هذا مكان هو ما قال لي المكان يعني لسه هو كان متوقع انه غلطان ايوه انا قلت له لو سمحت مكاني فهو ما قال لي لا هذا مكاني انا قال لي روح اي مكان انا عرفت ان مشكلتي مع الشخص سالفه والله موضوع قوموا وشالوا موضوع الاحترازات هذه فشالوا كان في واحد جلس وجلسنا وانا طالع برا جاني الرجال ترى عشانهم مشيت مو عشانك سكت انا مشيت مو انا فاضي وراي ريفيو صغير لا والله وراي ريفيو انا ماني فاضي وانا طالع برا جاني الموظف السلام عليكم هيجيك على ايميلك تذكره مجانيه تحط فيلم شكرا وفروها بجيبك لا بالعكس احسن توفير لان نسيت الموضوع مرت شهور وانا شفت انه عندي تذكره ابغى اروح فيلم دون الله الله ما ادري ايش خلاني ادخل ايوه دخلت ابغى اتذكر مكان المقعد دخلت بحث بالايميل عرفت اسم الجهه هذه وادور سعود الزهراء لديك تذكره مجانيه استخدمها يا سلام فيلم دون دخلت بخمسة ريال حق احد يا سلام دخلت بخمسة ريال فهذه كانت اغرب تجربه اللي حسيت انه اوكي نفس المكان يا جماعه حتى اللي في الطيارات ترى كنا بنسافر نفس المكان ما بنروح لكن هذا يعتبر حق انا صار لي موقفين غريبه في السينما الموقف الاول رحت مره سينما الحالي الظهر وذي المعلومه اخذتها من ماهر كان يقول لي ظهر صباح معروف افضل اذا تبي تروح وقت وروقان السينما روح الظهر ولا الصباح المهم رحت الظهر وجلست وين في الصف الاخير اخر شيء السينما حرفيا فاضي ما في احد شويه الا جو اثنين ولد وبنت جلسوا في نهايه الصف اللي انا في الصف الاخير في النص وهم جلسوا في نهايه الصف اللي انا فيه صاله كبيره اي ماكس لا 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 استنى انا اتابع الفيلم شويه الا العيال قاموا عيال مو قاموا طوط انا عندي مشكله لما تصير في لحظات صمت في الفيلم اسمع قم سوي كلم شرطه والله جوي صار اهبل كذا مش كان لحالي ايوه يعني لو في واحد معايا مثلا زي كذا ممكن يخف الموقف كذا نقعد نطقطق عليهم نتونس خليه يفهمه وينقلع والله اخر شيء قمت رحت الحمام واذا عندهم تبوه يا ابوه الناس دافعين فلوس جايين يا ابوه يا ما يجيبهم قدام ما ابغى اسمع الصوت لانه جنبي انا اقدر اغض النظر لاني بطالع بس الصوت اصوات يا اصوات كفايه الفيلم والله
والله جاء والله جاء الجد دخلت عنده المشرفة السلام عليكم ماشي بس الصوت مصيبة ما مين اللي مشتكيه مين ما في أحد في السلام ما في اللي أنت واضح إنه أنت طالع فيني زي كذا أعطاني ذيك النظرة حقت بومر هذا الموقف. الموقف الثاني مرة في فيلم سبايدر مان نو واي هوم هذا أتوقع أكثر فيلم تابعت فيه قابلت فيه متابعين وأنا خارج من السينما كثير قابلوني وجيه صورة وإيش نسولف ولا زي كذا إلين وأنا خارج برا السينما ماشي رايح للسيارة كان معي العيال جاني واحد وجيه هلا والله كيف حالك طيب ممكن صورة عمي بخذ صورة معي والله على إنه ما يعجبني ذوقك بس أبغى صورة صريح الرجال أي اعتراض والله أعطاني زي كذا أذواق ويا ولد شطب مخي أذواق. قال لي والله على إنه ما يعجبني ذوقك بس يعجبني أسلوبك وأخذ الكاميرا الصورة أظن جات كذا وأنا مسوي يا لاي يا شخص اذا انت تطورت معاه والصوره معك وتتابعنا الحين تقفل الصوره خذ الصوره اللي بعدها وسيب الفيديو ما نسيت الصوره اللي بعدها يا نوريك اياها ولا دي بتجلطك لا والله بتجلطك خلينا نخش على اللي بعدها خلص تصويره بدور لك زي كذا وريني صورتك اخت ممثله صح اخت ممثله نعم الممثله هذه لها دهب ممثله لاتينو هاي وادوارها كوميديه وعندها اكسنت غريب جدا والله ابسط من كذا ما انت ليش حسيت انه الممثله هذه الوحيده في القاره اللاتينيه لاتينو واكسنت غريب انا وتمثل كوميديا كثير انت بتحط لهم صوره جاي. الجواب ولا بتحط لهم تحط السؤال بتحط الجواب ولا بتحط بس الصوره لا لا بحط الصوره والجواب بعد ما اقول الجواب او عشان الناس يشوفوا انا ايش اللي قاعد اشوفه عشان تشوف نعم. لا لا انا ابغاهم يفكروا معك يلا جاي طيب اقرب لي اكثر من التقريب اللي قاعد تقول انت اوه كمان المشكله خاف اني انا اكيد بعرف الممثل بس اختها ما بعرفها طيب نرجع نفس الاسئله حقتي ما انشهرت الا بدور واحد اي تفضل دور واحد اشهرها في مسلسل ستكم ستكم نعم طيب خليني اقول لك ما شاء الله تبارك الله البنت عندها جسم خرافي مهتمه يعني بمظهرها لدرجه انه مو باين ان عمرها كبير جينيفر لوبيز لا هذا نفس السؤال نفس الربط عمرها 50 سنه شباب لا فعلا هي كبيره في السن وجسمها ما شاء الله مره حتى جينيفر لوبيز يا عمي تمثل وعندها لا لا بس مي جينيفر لوبيز بس كويس بس يعني جاوبت بس جينيفر لوبيز عندها اكسنت غريب عندها 50 اكسنت لا هذه عندها اكسنت مره غريب وصوتها غريب مثلا السيت كوم اللي قلت لي عليه انت تبع التسعينات ما قبل لا لا حديث مودرن حديث انا ضعيف فيه للامانه حديث مودرن فاملي اكيد ايوه عرفتها ما اعرف اسمها شو قاعد غشنا غشنا فيها قاعد غشنا دقيقه ترى مودرن فاملي من زمان شايفه بس انا اعرفها حتى لها عمل ثاني معروف يعني عمل بلوك باستر اتوقع او بلوك بوستر عفوا شوف ابحث ادخل عنها يا اخي شو اسمها مو معروفه هي ترى مو معروفه بقدر مثل الممثلات حقين هوليوود مودرن فاملي هي ما هي معروفه انا بالنسبه لي اتوقع مشكله مودرن فاملي اللي ما شفته من عهد جدي عموما هي اسمها صوفيا فيرغارا نروح على السؤال اللي بعده السؤال الاخير شايفين الممثل اللي جبت ياه تمام السؤال الاخير يا سعود اختار قوه خارقه من عالم السوبر هيرو وكيف راح تستخدمها دكتور سترينج عشان اسوي كذا وانا عندك في الطائف تعبت الخط تعبت الخط يا وجيه الو اهلك في البيت لا اوكي وي وانا عندك السلام عليكم نسيت البس وي رايح عوالم مواذي اجيبك انت اصلع وروح باور في يعني لا لا خلاص ما في دكتور سترينج افضل في والهدف انك شكلي مو بس تليبورت في افضل منه اشياء كثير دكتور سترينج والله هو تايمينج صدق انا ما كنت بختار انا كنت بختار اني اكون انفيزبل بايخه لا انا جاء في بالي انفيزبل يعني علشان يعني لاهداف شريره برضو يعني لاهداف شريره مثلا برضو عندك مثلا اروح اسرق بنك بس الحين انت نسيت دكتور سترينج فك بوابه على الخزنه اه شفت اسهل شيل رزم وارجع ولا حد ينفع اصير زيك دكتور سترينج في 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 خلاص بصير وانك صحيح زميل شوف الشيء شو اسمه اللي هو مو انه يكون بلايند اللي هو دير ديفل مو سوبر باور انه يكون اعمى السمع عنده لما يسمع نبض قلبي هذا متوتر كذاب هذا كان يعجبني اسمع نبض قلبك اوكي انت صادق كمل لا بس والله لو قلت لي تبغى تصير زي دردبل لا والله ما بصير زي دردبل اي ما اكيد طبعا والله دكتور سترينج يا اخي على اني احبه بس ما جاء في بالي اكون زيه انت لفت نظري ايش تبي تروح مكان اللي بتروحه والزمن شو تبي تجرف عن الماضي بعد عن تبغى تسوي سمن للاشياء والعبايه عندك تطير فيه تروح تجيب لي القهوه حقتك اي لانه مزح شايف انا بصير دكتور سترينج انا بصير دكتور سترينج نسخه ثانيه من عالم موازي لا علي شكلك سبريم سترينج شكلك شايف الفيلم انت اوه انت ما شفته لا تخيل والله بغيت فيلم مارفل اشوفه في كام والله بغيت احرق لا ما مين قال لك اني شفته بكام سافرت شفته ما لك شو لكن واضح يا جماعه من التريلر ما يحتاج صوره اخيره يا ساتر والله الوضع متعب بس والله ذي ايزي
والله واضحه، سوي زوم ان اقسم بالله اوضح من حياتي يا شيخ. انا كنت متردد احطها ولا لا من كثر ما هي مره واضحه. ممثل ولا ممثل؟ ممثله اختي اللي ممثل. ليش ماسك ممثله؟ انا اضعف واحد ممثل، جيب ممثلين ابدع. مالي شغل يا جماعه، والله واضحه، والله واضحه. تشككتني الحين بسوي زوم ان، وربي واضحه، والله واضحه. تدري انه اقول لك والله واضحه، لا تدردر لي ولا دردر لك، وربي واضحه يا ابويا. بغشش والله، لا تغشش، لا تغشش، لا لا بغشش، لانه تشبه الممثله، تشبه الممثله. اقول لك نسخ، خلاص زوجها كمان كان مترشح للاوسكار السنه هاي. زوجها دقيقه، ابسط من كذا ما في. مو جيسيكا شستين، شو اسمها؟ لا ما هي جيسيكا، مثلت في باور اوف دوغ. قصدك هذا زوج ممثل؟ لا تفتح لي، لا تسالني اسئله، لا تعطيني هنتات، تفتح لي اسئله، تفتح لي اسئله ثانيه. خلاص قلت لك هي لاتينو، ترشحت للاوسكار ذي السنه، كانت قريبه من والله ما عادي غشيش. لا 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 اسمع، ما ابغى اقول كلمه بس ترى هذه وجهها مألوف. مألوف هي نفسها الشخصيه لها شيء. اقول لك نسخ لصق من اختها. لا لحظه، هي هذه 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 صدقني انها موديل. فير انا هذه اخت، مع اني للمعلوميه انا ضعيف جدا في الممثلات، مو ضعيف جدا يعني. انا ما قلت لك احفظ اسماء، مو عن اسماء، قلت لك وصف لي يعني. على سبيل المثال لو انك ما تعرف اسم يعني هذه الممثله، لو انك دقيقه، لو انك ما تعرف اسم توم هيدلستون قول لي لوكي. اوكي قول لي ممثل توم لوكي. كم له سنه يطلع لك وجهك مثلا؟ مين مثلا توم هيدلستون كم له سنه؟ مالي شغل هذه. اعطيني الفكره، اعطيني ست افلام لا بنلوبي. انا ما اعرف خلاص شفت. لا بس لأنه بس انها كاسم معروف، هو كاسم معروف بس اتكلم كشيء يتراود يعني. زي ما قلت تبغى صوره اضافيه يعني، تبغى تفوزني صوره اخيره عشان نعطيك فرصه للفوز. وبجيب لك واحد. جيب لي اخو توم هانكس انا اشبه. والله تدري انه هو يودي صوت وودي. هذه شوف يعني اذا انت مركز بتقدر تجيبها. هذه اخت ممثل برضك، وممثل عرف بدور في سلسله خياليه رائعه جدا. هاري بوتر؟ لا اسمه نسيت اسمه اصلا، اللي اختفى بهاري بوتر بس صفر قفل الموضوع. لا دانيال، دانيال حاجه يعني. اخوها زي طريقه هاري بوتر، هاي ضرب كذا في سلسله خياليه واختفى. اها اخت حق لورد اوف ذا رينجز البطل، شو اسمه؟ فرودو، حتى ما اعرف اسمه. إليجا هود. ايوه ترى لو نزلوا له اشبه له صح؟ ايوه نفس العيون، عرفته نفس العيون، نفس الوجه. 4-3 فوز الف مبروك يا سعود، الف مبروك. والله الموضوع مو سهل. انا لو اجيب لك ممثل معروف، شوف انا اتوقع هو سهل لو انت تعرف تختار الاسئله مظبوط. مو عند الاسئله ما حيجي، لو انت تسالني يعني تحقق معايا زي طريقه الجني الازرق بطريقه ذكيه بتعرف تستشف. بس انه تتكلم عن، انت بتتحقق مع الازرق، انت عارف ايش تبغى، ايش تبغى. طيب بالله تسمح لي اعزائي المتابعين، اكتبوا لي في التعليقات كم جبتوا واحد من الاجابات صح في موضوع الصور من صور الممثلين. طبعا سؤال، انت بتحط نفس الصوره والصوره كامله مع الممثل؟ لا بحط في البدايه صورته لحاله. اي عشان تشوف، وبعد الجواب نشوف. لانه صعب لما تقول لي انت لاتيني، كم ممثل لاتيني؟ الله يعطيك العافيه. والله يا سعود وقبل كل شيء والله نورت فعلا. وللامانه يا جماعه الخير ترى الانسان هذا يعني والله له معزه خاصه. سعود يا جماعه لما امرض اول واحد يتصل علي والله العظيم، لما اغري التغريده حزينه اول واحد يجي يطمن علي ذا والله. فوالله فعلا يعني سعود تحب وتقدير واحترام لشخصك. قناه سعود يا جماعه راح تلاقوها في صندوق الوصف، ان شاء الله توصل 10 وتوصل 100 وال200. طبعا انا حاط هذا هنا لانه الانجاز الوحيد اللي سويته في اليوتيوب. باقي لا لا باقي انجاز. اقول لك اياه بصراحه عباره، هذا يعتبر يعني كيوتيوب مقدم لك، لكن انا اتوقع من كثير متابعين كثير من الناس يعرفونك انه الشيء الوحيد اللي بها اقول والله يكفي الوجه انه يرسم ابتسام الناس. اوس خلاص شينزو ساساكيو يرسم ابتسام الناس خلاص. للامانه ما اقول لك عشانك خوي ولا حبيبي. انا لما ندخل مقاطعك اضحك على يعني زي مثلا اخر شيء نزلت بار شي هوك، انا لاني مهتم في العمل ولا مهتم بشيء، ابغى اشوف هذا الادمي، ابغى اشوف الهبال عشان مثلا نضحك. فهذا شيء جميل جدا، اتوقع ناس كثير تقوم فيه الكاريزما. خلاص دونت جو ايموشنال بزياده، خلاص خلاص ان شاء الله تدلع. خلاص سعود ترجع صلعه خلاص. انت قول امين. انت خسران صح؟ قول امين. لا والله فوزت 4-3. ما فوزت انا، فوزت والله فوزت. انا اعطيتك فقره اضافيه عشان تفوز. ما لها احترام لزيارتك. فوزت تستاهل. الله يعطيكم العافيه يا جماعه، شكرا على المشاهده. قناه سعود اكرر لكم، وحساباته ان شاء الله بتكون في صندوق الوصف. اضغطوا لايك على الفيديو واشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان تصلكم فيديوهاتي اول باول. كان معكم الوجيه وسعود ريفيو في رعاية الله.